بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هندسة أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هشرح إضافة مهمة على برنامج الأوتوكاد. إضافة دي من أوتوديسك أب ستور. لما أخلص شرح الإضافة هعرفكم إزاي إن إحنا نحملها من أوتوديسك أب ستور. أنا عندي رسمة في الأوتوكاد أيا كانت الرسمة اللي موجودة عندي، وفيها طبعا لاير وفيها بلوكات. يعني ده مثلا بلوك بالشكل ده، وده بلوك أهو، دي بلوكات موجودة تمام. وانا عايزة اغير اسم البلوك او اسم اي لير موجودة، يعني اي لير او اي بلوك انا عايزة اغيرهم. اغيرهم ازاي؟ عن طريق ان انا بروح على اد انس. شايفين مني بار اللي فوق اهي، في اد انس، اد انس، وبعدين عندي انا منزلة الاداة بتاعتنا اللي هي رينيم بلوك لير. الاداة دي بتنزل على شكل التيم زي ما شايفين كده. عندي امرين، الامر الاولاني رينيم بلوك والتاني رينيم لير. طيب انا هختار رينيم بلوك، هدوس عليه بالشكل ده كده اهو، واختار اي بلوك موجود عندي. فمثلا هختار الشير ده، عايزه اغير الاسم بتاعه. هنشوف الاسم بتاعه ازاي اهو، ندوس كده. هو بيقول لي الشير كام؟ 200. ده اللي هو اسم اللي هو اولد نيم شير 200. طيب النيو نيم هنسميه ايه؟ مثلا هسميه شير، ممكن نغير الرقم بتاعه مثلا، اقول له 100 تمام، واجي اقول له اوكي. لو دوسنا عليه دبل كليك كده اهو، شير 100 زي ما انا كتبتها تمام. هو هنا غير لي اسم البلوك. طيب لو انا عايزه اغير اسم لاير، اغير اسم لاير ازاي؟ هاجي اقول له رينيم لاير، بدوس عليها واختار اي لاير موجوده. فمثلا عايزه اغير لاير دي كده اهي، هو هنا مسميها اي بي فيور، انا هغيرها نيو نيم مثلا، هقول له وول، واجي اقول له اوكي. ونيجي نعمل عليها دبل كليك اهي، اللاير الجديده اهي لاير، وسميتها باسم وول. لو رحت على هوم هنا، دوست على هوم ورحت على اللاير هنا اهي، دوست على اللاير بالشكل ده كده، وعندي هنا لاير وول. لو انا قفلتها بالشكل ده اهي، شال لي الحيطان اللي موجوده اللي هي كانت منافق بالاسم القديم، وانا حولتها لول. هاجي ارجعها تاني، بترجعي شايفين اهي رجعت لي بالشكل ده كده. يبقى احنا اتعلمنا ازاي ان احنا نغير اسم اللاير ونغير اسم البلوك بكل سهوله في برنامج الاوتوكاد. هنتعلم دلوقتي ازاي ان احنا نحمل الاداه دي على برنامج الاوتوكاد من موقع اوتوديسك اب ستور. ده زي ما شايفين موقع اوتوديسك اب ستور تمام، وباجي اعمل سيرش على الاداه دي، بكتب رينيم بلوك لاير بالشكل ده كده، هو هيفتح لي الصفحة على طول اللي انا محتاجها. عندي هنا اهو فري وداونلود. طبعا لازم يبقى ليه اكونت على موقع اوتوديسك اب ستور عشان اقدر احمل الاداة. انا بعمل على طول من هنا داونلود، بدوس عليها بيتحمل لي الفولدر، بندوس على الفولدر ونعمل انستول على طول، هو تلقائي بيحملهولي على برنامج الاوتوكاد في قائمة اد انس. يبقى ده تحميل الاداة من موقع اوتوديسك اب ستور. بكده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.